تعرفون البنت هذه اللي تمسك جوالها كده وتشغل أغنية وتقعد تدندن عليها وترقص عليها مع نفسها كده في سماعتها في سيارتها في غرفتها لوحدها كده وعايشة اللحظة؟ تعرفون البنت اللي تحب تسوي لها كده جلسة وتحط القهوة وتحط الشوكولات وتصور وتنبسط وأكبر همها تطلع سنابتها حلوة، واللي إذا ضاقت الدنيا فيها شغلت مسلسل تابعته في ليلة واحدة وكانت أحلى لحظات رائعة. هذه البنات أنا أسميهم من نوادر الأرض. هذه البنت حياتها ما توقف على حد، جيت حياك الله مشيت في حفظ الله. أنا تعجبني هذه البنت اللي لا أقعد أستنى وأبني سعادتي وأبني وقتي في لحظات الانتظار وأملأها بالصلاة والاستغفار عشان حضرتك ترجع لي، ولا عشان صديقتي تكلمني، ولا عشان الشيء اللي مزعلني هو يتبخر من نفسه. أحييكي، أحييكي جدا، أنا فخورة فيك ومبسوطة منك، واستمري على ما أنت عليه يا عزيزتي.